سأقوم بزراعة غرسة زيتون، وهذا الفيديو يصلح لأن تزرع غرسات الزيتون أو الأشجار المثمرة أمام البيوت وفي أسس وعلى مداخل البيوت وفي الأماكن التي لا يوجد فيها تربة زراعية أو في أسس. سنزرع هذه الزيتونة ومع التجربة سنزرعها في أسس في هذا الأصيص. نرى هذا الأصيص، سأزرعها به وأضعها في البيت وأقوم برعايتها لأرى كيفية نموها، وخلال هذه التجربة سأحدثكم بعد ذلك عنها. لدي غرسة زيتون أربكينة، غرسة زيتون أربكينة قمت بتحويلها في الشتاء إلى الكيس، والآن أحاول أن أضع لها حيز أوسع من مكان حيز أوسع للجذور. نرى هذه النبتة وهي صغيرة، ونرى ثمار الزيتون عليها، وهذا إثبات على أنها غزيرة. ويسأل البعض في أغلب الأوقات ما هي الزيتونة المناسبة، وأنا أقول وأنصح ولا أنصح بنوعية صنف الزيتون لأنني لم أجربه إلا في 3 سنوات فقط. أنصح أن تكون عندما ترى أن الغرسة أثمرت فهذا يعني أنك على الطريق الصحيح، أنك على الطريق الصحيح. ونبتة الأربكينة هي زيتون من الزيتون الذي يزرع بشكل مكثف كما قلت، ولسنا بصدد زراعة الزيتون وإنما زراعة الزيتون المكثف، وإنما سنقوم بزراعة هذه النبتة، ولي هواية بذلك. أزرع أكثر شتول الزيتون وغراس الزيتون في البداية، أزرعها في أسس كبيرة وأقوم برعايتها، وبذلك أختصر عدة أشهر أو عدة أو سنة أو سنتين من الإثمار. هذه النبتة كما نرى وهي أثمرت، وهي من النوع الأجنبي أربكينة. سأقوم بزراعتها ولست كما قلت بصدد صنفها، ولكني سأقوم بزراعتها في هذا الأصيص. نقوم بوضع التربة التي أقوم بخلطها بقليل من البيتمس والرمال حتى يكون الحيز نفوذ للتربة، وخصوصا في الصالونات وفي وبالقرب أمام البيوت وليست في الصالونات، ليست للزينة وإنما أمام البيت يمكن زراعتها، وللهواة بإمكانهم زراعتها، أما الفلاحين فيقومون بزراعتها في الأرض المستديمة وفي الأماكن الواسعة. سأقوم بزراعتها وأجري عليها بعض التجارب. سأضع هذه النبتة وأضع لها التربة التي قمت بخلطها، نصف رمال ونصف تربة عادية، وفي الأسفل يفضل أن تضع بعض الحصى حتى لا تتعفن جذور هذه النبتة. أقوم بالقياس بهذا الشكل وأترك 4 أو 3 سنتيمتر إلى هذه الحدود، أتركها بدون تربة حتى إذا وضعت الماء تشرب، هذا تأخذ القسط الوافر من الماء. إذا بهذا القياس يكون القياس مناسبا. أقوم بقطع الكيس واستخدام بهذا الشكل، أقوم بقطع الكيس وأقوم بترصيص الجذور. نرى هذه الجذور، و حتى لا تتعفن الجذور أقوم بخربشة بعض الأماكن حتى تتحرك جذورها. وكما قلت نحن نقوم بقياسها بهذا الشكل ونوسطها حتى تصبح مناسبة، بعد ذلك أقوم بزيادة التربة المناسبة والتي تحتوي على الرمال كما قلت، نصف رمال ونصف تربة وقليل من البيتموس أو الكومبوست أو السماد البلدي المتخمر قليلا منه حتى 5%، لأنها هذه الغرسة تحتاج إلى الغذاء، أقوم بترصيص التربة حولها وأضع
مجموع التراب به. أقوم بطمر طبعا الجزء الذي حول الجذر والذي كان في الكيس الصغير، وبذلك أكون قد وضعت وسعت لهذه النبتة لجذورها أن تنمو بشكل أكبر. وفي العام القادم أقوم بتبديل الأصيص أيضا، وأرى كيف يكون نموها وأقوم بتقليمها بشكل مناسب. وهي من النوع القزم، يمكن وضعها أمام البيوت والاستفادة منها إذا أقوم بزيادة التربة، ومن ثم بعد ذلك أقوم بسقايتها ورعايتها ووضعها في تحت أشعة الشمس حتى تتصلب وتتحمل. طبعا النصيحة الأخيرة والتي أقوم بالنصح بها هي على النحو التالي: عند زراعة أي غرسة جديدة لا أخاف من إزالة الأفرع، السفلية حتى يكون هيكل الشجرة مناسبا. هنا الفرع، هذا الفرع أقوم بإزالته بهذا الشكل، هذا الفرع قمت بإزالته وهو فرع من الشجرة، وبذلك أصبح الساق، هذا هو الساق، وستنمو هذه النبتة و فيها كما أرى عدة حبات من الزيتون. وهذا النوع كما قلت غزير الإنتاج، وهو من النوع الأربكينة، والذي لا أنصح، أنا لا أنصح أحدا في شيء لم أجربه. لذلك بعض التعليقات تقول كيف يكون شجر الأربكينة وأنا كما قلت لم أجربه أكثر من 3 سنوات، وكان مناسبا جدا وإنتاجه جيدا. ومنهم من يقول بأن زيته غير مناسب، ومنهم من يقول بأن حباته صغيرة. هناك مساوئ ومحاسن للأشجار يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. وهناك فرق في الزيتون بين زيتون المائدة وزيتون العصير وغير ذلك، وهناك بعض أنواع من الزيتون تتحمل عطش، بعض أنواع من الزيتون تحتاج إلى الماء وتثمر بشكل جيد. إذن زراعة شجرة الزيتون حسب الموجود لديك، وجود التربة وكيفية التربة وكيفية نوعية التربة، أيضا وجود الماء، أيضا له دور في اختيار الصنف، وأيضا اختيار الصنف يحتاج إلى أن يكون مناسبا أيضا للأحوال الجوية في البلاد التي تقوم بزراعتها. لذلك أنصح الأخوة قبل الزراعة أن يمحصوا في الأسباب والأشياء التي والمشاريع التي يقومون بها، ومن خلالها يحسبون حسابات للماء والتربة والمناخ. كان معكم من ريف حلب عبد العيسى، أشكر متابعتكم، إلى لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.